السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ هانين مرتاحين؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فلوغ غادي نسميه، وقيله فلوغ، لان خريجه خرجت انا وراجلي وليداتي فقط. غادي نخرج ان شاء الله هنايا لوريكا. هذه طريق وريكا، دابا بديت لكم التصوير من هنايا حتى فتنا الطريق العادي وداكشي. المهم وصلنا هنايا، الطريق زوين الصراحه وداكشي زوين، وبديت لكم التصوير من هنايا. ان شاء الله غادي تدوزوا معايا اليوم النهير ديالنا، كيفاش خرجنا كيفاش دوزناه. واخا صراحه في الاخير ما كملتش لكم، عاوتاني ما كملتش لكم. صافي تيشارج ليا التليفون ديالي انايا، التليفون ديال راجلي عمر ليه ستوكاج، ما بقاش بيصور ليا. المهم راه صورت لكم داكشي زوين، ولكن ما كملتش لكم لا فيديو كامله، كلشي داكشي اللي درناه. المهم بقاو معايا ان شاء الله، ها حنا غاديين في الطريق حتى نوصلوا ونكمل معاكم. وصلنا البنات الحمد لله على سلامتنا، ملي وصلنا على خير وبخير. المهم الطريق شويه راكم عارفين معزمت وداكشي، كانت الطريق سخونه، كانت واحد الضبابه وكان مزبوط الحال، ولكن هنايا فاش وصلنا صراحه مبرد تبارك الله. المهم هنا هاد الباصه فين غادي نجلسوا هنايا، على فكره ماشي هو الماس ولا
استيفاد ما هنايا غير اغبالو، الناس ديال مراكش غادي يعرفوها، جلسنا في البلاصه الاولانيه هنا فين جلسنا. المهم هنا غادي نقطعو وغادي نفرشو تمايا وغادي نجلسو. الا دخلتو من الباب ديال يعني فاش في الاول كتدخلوا راه كاينه واحد البلاصه تما كيكريو الفراش وكتجلسي تمايا، اللي ما جيبش معاه فراش وداكشي كيجلسوا حدا الباب تمايا في الاول. ولكن حنايا دائما كندخلوا هنا لهاد البلاصه، كنقطعوا هاد الواد هذا وتندخلوا تما، كاين العائلات نيت كيفرشوا كيطيبوا، كاين اللي راه الطويجين ديالو وكاين اللي جايب معاه غداه وكاين اللي كياخذ هكا طويجنات من هنا. يعني راه كاين القهاوي كما قلت لكم هنايا، راه كيطيبوا طويجنات داكشي تبارك الله غزال. حنا جنا معنا حتى حنا غير الغدا ديالنا والخبيز ديالنا وداكشي غادي نشاركوه معكم ان شاء الله تشوفوه وصافي. وهاد الواد هذا ديك البلاصه الاولانيه فيها الماء كتير كيدخلوا الوليدات كيعوموا تمايا. وهنايا راه هاد البلاصه هادي دابا اللي شدت عليكم عليها ما فيهاش فين يعوموا، غير اللي بيخشي رجيلات وداكشي، راه هي البلاصه اللي قلت لكم راه هي هذيك تما فين تيعوموا الوليدات، تيدخلوا تمايا يتبردوا شويه وداكشي غارقه تمايا. المهم دابا راجلي وليداتي راهما غادي يقطعوا، غنقطع حتى انايا. قلت لكم اللي بغى يكري الفراش وداكشي راه كاين في الاول ديال الدخله ديال هاد البلاصه هادي، كاين اللي بغى يكري وداكشي الفريش ما جيبش معاه فراشو. وهنايا حنايا رجنا معنا فراش مخدات كلشي، غادي نقطعوا الواد وغادي نفرشوا تمايا في هذاك، غتشوفوا معنا تمايا غتشوفوا معايا زوين الصراحه، وغاسل العائلات وداكشي نقي وزوين. والبلاصه اللي بغى يطلع للفوق راه كاين الشلال، كاين تبارك الله طلع ما يتشاف، حنا غنجلسوا غير هنايا وصافي ان شاء الله. وبقاو معايا ان شاء الله نشارك معكم هذا النهير هذا كيف ما هو على طبيعته ديال الناس، ديال الناس الشعبيين الناس الدراويش، داكشي طبيعي خفيف ظريف. الغديوه حتى هي داكشي شعبي عادي، ما كاين لا بروتوكول لا شي حاجه، نشارك معكم داكشي ديال كما تنقولوا ديال ولاد الشعب صافي. عتي هاد الميه تبارك الله بويرده وحق الله، ما تسخاوش تخرجوا من رجيلاتكم من داكشي، والله الا غزال غزال هنايا ومبرد داكشي رائع صراحه غزال فن. المهم غادي نقطعوا تمايا ونجلسوا ان شاء الله نفرشوا. ها انتم البنات، ها انتم البنات فججوا لي عويناتكم مع راسكم، ها انتم داكشي رائع جدا، واحد المناظر بالنسبه للناس اللي ما عمرهم جاوا لمراكش. الا جيتوا لمراكش ضروري تزورو اوريكا، هانتوما واحد كاين القهاوي هنايا كاين كلشي، هانتوما هنايا كاين واحد القهوة. حنا راه كيما قلت لكم ما جلسناش في الفوق كاع، راه كاين الفوق كاع. وانا ما صراحة تنخاف، عندي فوبيا من العلو من الجبال صراحة، الله نجيكم غضحكو عليا، ولكن والله الا هذا هو هادشي اللي كاين. المهم وغادي نفرشو هنايا ان شاء الله ونتغداو هنايا، والوليدات يلعبوا هكا في الواد راه واقبلتنا هنايا قريب يعني قدام فين غادي نفرشو ان شاء الله. وبقاو معنا دوزو معنا النهار ديالنا ان شاء الله كيفاش غادي ندوزو، اللي كانت راه غادي نشاركوها معكم. سمعوا الماء ديال، سمعوا الصوت ديال الماء تبارك الله، نقي ما شاء الله. وهاد الحجر كيزلق، هاد الحجر داك الحجر الكبير كيزلق. المهم هنا ما تيعوموش الناس حتى داك اللي الفوق، اللي فوق من هنا كما قلت لكم اغبال، هذا هنا اغبال وفوق استفاد ما هو الماس اللي فيه شلال وفيه الواد هكا ديال العومان، ماشي ديال العومان ولكن بارك تبارك الله غير هذا المنظر هذا الله يجعل البركه. المهم نتمنى تكونوا كتسمعوني، قلت الله اكبر. هذا الظهر هذا. المهم ها انتم معايا البنات، واللي درتها ها انتم معايا فيها، راه ما بغيتش نشد لكم هكا على بلاصه كتحني بزاف حيت كاينين الناس حدانا وداكشي. المهم البنات ما تزابيوش وبقاو معايا. ها انتم البنات شوفوا الماء نقي تبارك الله، نقي زاد بارد هذا تبارك الله، الا بارد نصك
الله. والأهم أن الوليدات عجبهم الحال وفرحانين. إيوا هذا هو المهم صراحة، هذا هو الأهم. البنات صافي تغدينا هنايا، در جنة طنجية، جد المطلوع، جبنا العنب والمنون والموناضة وداكشي، ولكن هانتوما مسحنا الكوكوط. جد معايا الموينة الطبيصير فين كبينا وداكشي، ولكن ديشارجا ليا التليفون، والله إلا ديشارجا ليا التليفون داكشي باش صافي. ونسيت باش نهز التليفون ديال راجلي، حتى لدابا عاد وليت هزيتو. تا تغدينا وسالينا تدرنا المعالجة صراحة، درنا الجوع اولا، والوليدات حتى هما ضرهم الجوع صافي. داكشي باش جلسنا تغدينا وليت عاود تصورت لكم. شوفوا البنات على ريح، واحد الريح بزاف كاينه نتوما هاد الريح. انا الصراحة تا يخلعني هنا فوريكا، ولكن هو زوين واحد النسيم ما نعاودش لكم، لكن كي تسمع لكم قلت لكم البنات سمحوا لي ما شاركتش معكم. شارج ليا التليفون تافتا، تفكرت بلي راه كاين التليفون ديال راجلي عاد هزيتو، ما طاحش ليا بالي زعما نهزو نصور بيه والله العظيم. هو المهم هذا ما كان البنات، المهم كلينا دابا تغدينا وداكشي، غادي نغسل يدينا نجمع هادشي ونغسلو داك الطبيصير وداكشي وصافي، وناكلو المنون والعنب والموناضة خلاص. اه المهم ها العنيبات المنينة باقي ما درناش، بارده كانت في هي وهاد الطويصه كانوا في الماء، مناضه الطياره باقيه تما. ايوا صافي كانت عليا غدي وتنا وخدمنا بشويه ديال الديسير هكا وصافي. المهم البنات غادي نسد معكم لا فيديو هنايا، كيف ما كتشوفوا معايا حنا راجعين دابا في حالاتنا، لان غادي تكونوا سمعتوا في مواقع التواصل بان الواد كان هابط صافي، ونضنا ولينا جمعنا النوضه وجينا في حالتنا اصلا تقريبا العصر هكاك صافي. يعني اصلا هذيك هي لقيتها فاش حنا اصلا غادي ننزلوا ان شاء الله، لان الطريق ملي كتبدا كتقرب هكا المغرب كتولي يعني مضغوط عليها وكتولي عامره وداكشي. اللهم الانسان كينزل في حالته بكري حسن ليه. والمهم نتمنى ان شاء الله كان هذا ولا فيديو ديالي، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. واحد الحراره يا البنات، واحد الحراره تبارك الله، واحد الحراره فاش كنا جايين راه الموت ديال الصاد، كانت تماك بارد ولكن ما حدنا هابطين والصهوده تبارك الله. والمهم كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم، والى عجبكم بطبيعه الحال ما تنساوش اختكم من لي لايك والتعاليق الزوينه والبارطاج مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، باش يطلع هكا لا فيديو. لي لايك راه شي حاجه مهمه، لي لايك الصراحه هما اللي كيخليو لا فيديو كيطلع وكيشوفوه ناس اخرين. الله يجازيكم بخير، ما تنساوش اختكم من البصيمه او لي لايك كما تنقول لكم، والبارطاج مع الاحباب والاصدقاء. وكان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، ونتمنى يعجبكم، وشكرا لكم بزاف على المشاهده والمتابعه ديالكم، والى اللقاء مع فيديوهات جايه ان شاء الله.